ناديك رغبة المقادير من لو اي صار له هواي مناسي شي، هو دوم ينسى شي. دا اكو ها الباربيكيو نسيناه بالبيت القديم، هسه نروح نجيبه. هسه نروح نجيبه شنو؟ راح نروح نجيبه هسه. الجرامر يختلف قواعد. زين هاي لازم تدخل هنا. المشكلة انه الشروخ ما بيها بريكات انه نقدر نوقفها. لكن طاب المتابعين حصريا سلم لنا على فوفو وعلي. والله يا جماعه بينا حلوه بيو اس اي، الجو كله لوس انجلوس رقيق. بيومكم مهما كانت المهمه كبيره او صغيره، المهم انه من تخلصوها تحسون ان انتم خلصتوا في شيء صغير او كبير بيومكم، ولازم تحتفلون. فهسه شنو؟ راح نروح ناكل. اجينا المطعم الحدث انا وفوفو، ما متفقين شنو اسمه. فعوانا سميه تشيبوتلي، هو يسميه تشيبوتل. يقول لك السعاده ما لها شكل، لا لها شكل ونص. الباصات اللي تشوفوها بكل افلام امريكيه من جوناثان يروح المدرسه ومونيكا وما تقول له هي دارلينج هاو سكول، هو يجي يقول مامي مامي لوك ات ماي دراينج، يجي الاب بعدين هاي باي هاو ار يو. اكل اكل تشيب تشيب. شوف الاكل، الاكل شو سوى بيهم بعض. لو نبض القلب يتذكر بدكتك، القلب يتذكر بدكتك. بس عشقك عشق مفضوح، بس عشقك عشق مفضوح، وعشق الناس كلها مشاطر وسكتك. كلها كلها شنو يا كلها شنو؟ كلها مشاطر وسكتك. شايف مطرب ما حافظ الشعر. لوك تبع عليه اليوم قهوة والشكر خادر جوا. لوك لو يساهي اليوم صحراوي مثل ما تشوفون مغبر من فوق، ننزل بعدين نشوف البحيرة. إذا ما شايفين الفلوق مال عرس وليد ما راح تفهمون فوفو ايش يسوي. روحوا شوفوا العرس مال وليد. باي باي. مجهز غراضي أريد أطلع وياهم. خابروا أهل الألارم قالوا لازم يبقى واحد بالبيت عم يجون يفتحون الألارم. الحمد لله عندي هواي شغل فما راح اضيع وقت. خلاص الشغل وهسه جاني تاكسي راح اروح المستشفى. عندي طابق واحد بس على المدى يسويكم مرتاح مال المصعد. يوم ما اذا لا تعد بيني يراك فيش. يعني حتى بالمستشفى كيك، يعني متري تبطل متري يوم الايام تطلع قبيح. صهود اليوم الطول الجنسيه الكوبيه. اي شفت شو غير اسمه سمى صهادو. اخوان صهادو. يمكن نص التعب مال مرمر ولا عمليه من الهوسه مالتنا. حق مالسه. اي هسه شوفوا الشعر، شوفوا. Look at that, look at that. Nice. Look at the monkey now. Look at that. This is Amazon. المشي مال الفيلسوف. القلب جريح يجي خيطه هنا. احبكم. قبل انا وفوفو من كان واحد يهمبل علينا كنا نعبر. بس اليوم تجيني معلومه غريبه واشك بيها مثل المعلومه مال صاهد اليوم. اطلعها راسا بالفلوج وانتم دوروا النتيجه، وجزء انا غلطان وجزء انا صحيح. صاهد يقول ب 1919 جابوا النخل مال كاليفورنيا من البصره. هسه تشوفون جابوا نخل مال كاليفورنيا من البصره. اتمنى ان المعلومه صحيحه يعني تكون فخر، بس والله اذا المعلومه مو صحيحه صاهد تدري ايش اسوي؟ قناتي امسحها. وصهودي راح يطلع هسه. ما جاي اصدق انه لقيت مكتبه تاشان. تاشان هو اديتر يسوي كل الكتب الفنيه اللي لها علاقه بالفن، اللي لها علاقه بالسينما، بالرسم، بتاريخ الفن، باسعار جدا مناسبه. وكل كتاب عالم كامل. شوفوا هاي ليوناردو، هذا ماجريت، هاي البوب ارت، ليشنشتاين، كلهم دول الفنانين اللي انا اعشقهم. من كتب صغيره الى كلش كبيره تنحط على الميوزه. طبعا ما يحب الفن ما يفتهم الفن يقول هذا يحكي. مثلا تاريخ الجاز. مجمع لكم حتى الصور كانوا مستخدميها على مود يسوون الافلام القديمه.
من كنت ادرس بالدعايه كان عندنا يمكن 8 ساعات بالاسبوع كان عندنا 8 ساعات بالاسبوع درس تاريخ الفن. فكنت دائما اروح لهاي المكتبه تاشن ببروكسل وهيك اغرق بالكتب واقرا بتاريخ الفن. طبعا مو كل انواع الفن واحد يقدر يتقبلها ويفتهمها. اكو هواي اشياء انصدمت بيها انه تشوفون لوحات او اعمال تقولون هذا مو فن، بس بعدين تتعمقون بالسايكولوجي مال الفنان وقصة حياته وتشوفون ليش وصل لهاي المرحلة انه رسم هذا الشيء، تفتهمون انه هذا فن. وهواي ناس عبالهم انه الفن لازم هو فد شيء يكون جميل، لا هذا الشيء جدا غلط. الفن مجرد هو يعكس المجتمع اللي احنا عايشين به. هاي صاحب عود يراوني وثيقة انه هذا النخل جايبي من بصرة كاليفورنيا. هي نخلة واحدة، واحد واقف يمها مكتوب زين، ما مكتوب شيء، مكتوب جايبيها من عربية، عربية يا بلد يعني مكتوب ما اعرف جلبة، وبعدين حاطين صورة مال نخل، يا جلبة ولاية كاليفورنيا نخيل من البصرة، اي يعني والان يعني هي تصدر التمور، يعني منتوج واحد جابه بحديقة برايفت وحطوها. لان تباع هاي النخلة مو نخلة بصراوية، تباع هذا الخشم خشم بصراوي. لا مو شنو يقاتل لان عمره ما يشرب قهوه، ما اعرف شلون يشربها. من تحب اكثر انا ولا فوفو؟ بصراحه هاي فوفو اثنين. انت شد واثق من نفسك؟ انا انقهرت المفروض انا يعني، بس ايش تسوي؟ ترى اصدقائك. هذا يمكن ابو المحل، هذا يرجع من الشغل مرته معصبه عليه، الشمس تضرب بعينها تقول له اوقف قدام الشباك، ينقلب راسا برده. انتم لا تصدقون ما يقولوا لكم امريكا حريه باباتي. ونستمر بجولتنا الفنيه، اللي يفتهمون هاي اللوحه اعطيهم لايك. الشباب راح يتسوقون وانا شوي تعبان احتاج فيتامينات، جابوا على الفلوقات مال كيسي. هذا المحل كلش مزعج، كل ما ادق عليهم ما يجاوبون. الو وصلنا للمستشفى هسه. هاي شنو؟ اخوة تبين منا كل مرة طاسة. هسه علي شدد تسوي؟ دانيمة. يلا حبيبي يلا بس سدة دار. ويغادر فريق العمل المستشفى لكي يتنقل. باركينج عادي بالليل، تشوفون لوحة فنية على الحائط. هاي اكو واحد رايح شهر عسل وقاعد بالفندق بفينيزيا، ودخل عليه ابو الفندق قال له شلون نقدر نخدمك؟ بما نقدر نضيفك؟ فالعريس قال ما محتاج شيء شكرا. فأول الفندق رجع قال له زين وزوجتك؟ العريس صفن قال ها اي بالله اعطيني كارت مال المعايدة ادزها لها. طلع جاي بدونها. المفروض يجون اثنين هم مجد. اوكي ما ضحك، راح انهي هذا الفلوق، اشوفكم باكر.